بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ صفقات جديدة الأسبوع دوت، أنا عايز أراجع حاجة مهمة. إزاي؟ لأن الأسئلة بتقولك أبقى عارف الاتجاه والبروكر بيطلع يضربني، وبعد كده السوق بيمشي في الناحية اللي أنا كنت متأكد منها، أو في ناس تانية يقولك أنا مش عارف أعمل فلوس، كل ما أدخل الصفقة تعكس عليا ومش عارف إيه اللي بيحصل، زي ما يكون البروكر مستقصدني. يعني كل ما ادخل صفقة باي ابص الاقي الماركت يروح نازل، ادخل سيل يروح الماركت طالع. انا هشرح تاني لان في ناس طلبت الكلام ده، المحاضرة تاني اعيدها تاني بحيث الناس تقدر تتفادى المواضيع دي. فاهم شيء، انت لازم تبقى عارف انت في انهي مرحلة عشان تختار الاستراتيجية اللي هتدخل بيها، سواء في اسيا، في اوروبا، في امريكا. طيب انت مثلا هنا هوت ادي اسيا، السوق بيبتدي هنا. الفترة بتاعت اسيا بتبقى الموضوع عرضي، فالناس اللي هي بتدخل مثلا يقول لك السوق اهو نزل، بيروح السوق نازل عامل فيك بريك اوت يروح ضربك. ليه؟ لان السوق انت في اسيا، فانت بتدخل سيل او تدخل مثلا تقول باي هنا هوت على اساس ان ده دبل بوتوم، بتروح داخل باي، يروح الماركت ميكر ضربك وواخد الستوب مثلا بتاعتك على 20 نقطة ويروح طالع تاني، ماشي. وبعد كده يفضل يتحرك، تقول هو طالع اهوت، يروح تقول انا هدخل باي لانه هو عمل بريك اوت في البارين دول، فهو داخل باي، فهتستنى الرجوع، بتروح داخل باي يروح نازل ضربك تاني وطالع، تقول طالما انت عملت سيل فمش نافع، فبتدخل باي فمش نافع، ف بيضربك فوق وتحت. دي الفترة بتاعت آسيا، فعشان كده معظم الناس أنا ما بحبش أتريد في فترة آسيا لأنه بيضربك فوق وتحت، بيضربك فوق وتحت، ماشي. طيب بعد 5 6 ساعات أو 3 4 ساعات في فترة آسيا بيروح عامل فيك بريك أوت للنقطة العالية اللي فوق. لما يعمل فيك بريك أوت زي دي كده هوت، الناس اللي هي بتشتغل سبورت وريزيستن يقول لك الماركت إيه طالع، فأنا هشتري البريك اوت دي هنا اهوت في البار ده بالظبط، لانه في بار كبير اهو هروح داخل فيه، ماشي، واحط ستوب 20 نقطة. الماركت هيعمل ايه طالما انت في اسيا؟ بيروح نازل وضربك، ماشي. فيبقى الفترة بتاعت اسيا لو انت بتاخد تريدات تبقى فاهم النظام دوت ايه اللي هيحصل، بيطلع وبينزل وبيضربك، فعشان كده ماشي. دي فترة اسيا خلصت، بيروح عامل بريك اوت تاني، فولس بريك اوت، ماشي. ادي الفترة اسيا. الناس اللي هي يقول لك ايه، طب انا مش هتريد اسيا بس انا هحدد الاتجاه بتاع اسيا في ال 3 4 ساعات واروح عامل خطين اهو، ولما يكسر لفوق او لتحت يبقى هاخد الاتجاه. ف اول بريك اوت بتاع اسيا ما تاخدوش برضو. ليه؟ لانه بيضرب فولس بريك اوت وبيروح راجع تاني. فيبقى اتفقنا الكلام دلوقتي، ما بتريدش في الفترة اللي هم ال 3 ساعات بتوع آسيا، وأول بريك أوت بتاع آسيا ما بدخلش فيه. إمتى بقى هدخل؟ لما بيجي بعد الفولس بريك أوت دي بينزل الماركت وبيروح داخل في دي. إحنا عايزين يا شباب ندخل لما يكون الماركت بيتحرك اللي هم ايه 70 80 نقطة، اللي هي التريدة الكبيرة. انا مش عايز ادخل والماركت بيتحرك 10 نقط 20 نقطة، ماشي، لان معظم الناس بتخسر في الموضوع ده. انا عايز اعلمك ازاي بتخش في الماركت لما هيكون يتحرك 60 70 نقطة، وهندرسها دلوقتي خطوة خطوة. فتعال نشوف بداية الأسبوع تملي، بيبقى الماركت عرضي خلاص، يعني الماركت في البار دوت والبار دوت بيبقى عرضي، بيعمل الفولس بريك اوت، ادي الفولس بريك اوت، ماشي، وبعد كده بيعمل فولس تاني بريك اوت لفوق. اتفقنا ولا هندخل في دي ولا هندخل في دي، احنا عايزين ندخل في الموف الكبيرة اللي هي دي، ماشي. ازاي بندخل فيها وبنتفادى العرضي، ماشي. يعني هنا دي انا مش عايز ولا ادخل في العرض ده ولا ادخل في العرض، لان دوت بيبقى اسيا، دوت بيبقى اسيا. الموف الكبيره دي بتحصل
في بداية لندن، ماشي؟ وبعد كده هقول لك ازاي بيتقلب لما يكون الماركت طالع وبيروح الماركت نازل. فيبقى الفترة بتاعت آسيا بتبقى عرض، بيعمل فولس بريك اوت، اول واحدة مش عايز ادخل فيها، التانية برضو مش عايز ادخل فيها، احنا عايزين ندخل في الكبيرة دي. طيب دخلنا في الكبيرة دي، انا بس هديك احنا بنفكر ازاي فكرة عامة طول الاسبوع. دخلنا في الفترة اللي هي الكبيرة دي، بعد الفترة الكبيرة دي اللي احنا دخلنا فيها السوق بيدخل عرضي، وبعد كده هو بيدخل عرض بيروح كاسر تاني وبيعمل واحدة تانية كبيرة في اللي هو في السيشن بتاع برضو أوروبا وأمريكا، وبعد كده آسيا، وبعد كده برضو واحدة كبيرة بتاعت لندن وبتاعت أمريكا. فبيعمل الحركة دي في أوروبا وفي أمريكا، وآسيا تملي تبقى عرض خلاص. وبعد كده هو ما بيعمل مرة واثنين وثلاثة، بيروح بعد يومين أو ثلاثة بيروح عامل ريفرسر، واخد بالك؟ يروح طالع طلعة كبيرة وعرضي، ويبتدي إيه ياخد الموجة اللي فوق. أدي واحدة وعرضي واثنين وعرضي، وبعد كده ينتهي الأسبوع عرضي زي هذا. فده أنا عايزك لما تشوف الشارت تشوفه بالطريقة دي، يبقى شايفه من أوله لآخره وبتحدد هل أنا في عرضي، هل انا الماركت ابتدى يتحرك حركة كبيرة لتحت وانا في اول واحدة ولا في التانية ولا في التالتة، وبعد ما يخلص هل انا هيبتدي يطلع واحد وعرضي والتانية واللي فوق والتالتة عرضي، وبعد كده عرض لفوق، وبعد كده عرضي، وبعد كده ياخد سايد واي على نهاية الاسبوع. فانت لازم تحدد قبل ما تدخل باي او سيل، لازم تعرف انت في انهي مرحلة في الفترة دي. عندي طلبات كثيرة من الشباب، ف يعني أكون شاكر لك إذا عدته بطريقة أوضح وبطريقة شرح أوفى وأحلى يا رب. يعني أتمنى إن شاء الله يا رب. فالله يعطيك الصحة العافية. إذا بتعيده تشرح لنا صراحة ممتاز، وعجبتني دكتور فكرة إنك أنت تطبق هذا الشيء على الشباب، تقول لهم يا شباب أنا بعطيكم شارت زين فاضي، وكل واحد يقول لي وين الفرص، وتحط الفرص تشوفونها لكل واحد وين الخطأ وين الصح. يعني صراحة شغل ممتاز دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. حاضر يا حمد، انا بعمل الفيديو تاني اهو، يعني بعيد الكلام تاني، في يعني انت طالب الطلب ده في الوقت المناسب، انا بعمله وهينزل ان شاء الله. طيب تاني يا شباب، يبقى احنا قلنا ادي فترة اسيا ما بنعملش البريك اوت لا سواء اللي فوق ولا لتحت، واول بريك اوت ما بناخدوش، وايه عايزين ندخل في الفترة الكبيرة دي. فدي اسيا، وده كان الفرايدي مثلا بيطلع اللي هي لندن واوروبا، ولندن واوروبا وامريكا، ويختم على نهاية الاسبوع بعرضي. وادي الصندي بيفتح ويبتدي ايه عرضي، يعني يوم الجمعة بعد يعني 12 الظهر بتوقيت امريكا وبداية السوق، ده الفرايدي، وده السوق يوم لما السوق يفتح في الصندي. فاحنا مش عايزين ندخل في الطريقة دي، لان هو بيطلع وبينزل وبيضرب الناس، احنا عايزين ندخل في الطريقة دي. تعال بقى نفصص نشوف ايه اللي بيحصل من بداية الاسبوع يوم الحد. اوكي، ده الجمعة اهو قفلنا عرضي، ماشي؟ يجي يوم الحد بيروح نازل، قلنا مش هنشتغل هنشتغل، والفيك بريك اوت اللي هي دي اول واحدة فيك بريك اوت ما بندخلش فيها، وبعد كده هو عرضي عرضي، احنا عايزين ندخل في الكبيرة دي بداية الاسبوع. يبقى فهمت انت ازاي هتدخل في انهي منطقة دلوقتي؟ دي هنا هوت مش هدخل فيها، هنا اول فيك بريك اوت مش هدخل فيها، وعايز ادخل اللي هي في بداية أوروبا وأمريكا، ماشي؟ نبص بقى للشرط تاني بإيه، بطريقة تانية. أدي عرضي أهو،
ده بداية الأسبوع، وعمل فيك بريك أوت لفوق، وبعد كده هو عرضي، وبعد كده بعد ما طلع لفوق بيروح نازل. احنا عايزين ندخل في التالتة دي، وهقولك ازاي بندخل. ماشي، لما بيدخل وانتهينا بينتهي ايه عرضي. ماشي، وبعد كده بيبقى الماركت واخد اتجاه، بتبقى اول نزلة في الاسبوع، وبيروح داخل وناهي اليوم على عرضي، وبعد كده بيروح نازل تاني نزلة زي دي. ماشي، فيبقى دي اول نزلة ودي تاني نزلة. فانا حوريك ازاي احنا بندخل في التالتة دي اللي هي الكبيرة دي، بس انا هديك ايه فكرة الاسبوع بيبقى ماشي ازاي. يبقى واحدة كبيرة وبعد كده عرضي، يبقى انت فاهم العرض ده ليه، وبعد كده هو بيعمل واحدة تانية عرضي. دي اسيا بيروح عامل فيك بريك اوت، قلنا اول فيك بريك اوت بعد اسيا ما بندخلش فيها، وبيروح طالع وبيروح داخل في الفترة دي. احنا عايزين ندخل هنا هو، وبينتهي عرضي، واخد بالك، في اسيا اليوم الجديد. وبعد ما بيدخل في اسيا بيعمل فيك بريك اوت لتحت، وبيعمل فيك بريك اوت لفوق، وبعد كده بيكمل في نفس الاتجاه اللي هو اليوم اللي ماشي فيه قبل كده، وبعد كده بينتهي على عرضي، وبيعمل فيك اوت، وبيطلع وبينزل وبيطلع وبينزل، وبعد كده ادي اسيا تاني، وبيروح مغير اتجاه بعد يومين او ثلاثة، بيروح مغير الاتجاه، واللي طلعه ده كله بيروح نازله تاني، بيروح نازل ويروح ينتهي على اسيا عرضي، ويروح كاسر تاني، لان بيمشي في الاتجاه اللي هو اليوم اللي قبله وعرضي، واليوم التالت برضه بيكسر فيه وعرضي، ويروح عامل ريفرس وينتهي الاسبوع على هنا اهو. فادي بداية الاسبوع وادي نهاية الاسبوع. تعال نطبق، وانت عايزك بقى انت تطبق، عايزين نطبق الكلام دوت بقى على الشارت، وواحد يجي يشرح لي الموضوع ماشي ازاي، هيدخل فين وهيطلع فين، عشان نفهم بالظبط احنا بندخل فين عشان قبل ما ندخل على الجزء التاني لازم اتأكد ان انتوا فهمتوا الموضوع ده. حد يجي رقم لي الشرط دوت، لان انت لو فهمت كويس جدا انت هتدخل فين وتطلع فين والماركت ماشي ازاي، هتبتدي تعمل فلوس. هو معظم الناس بيروح فاتح حساب ويقول لك ايه، انا بشتري هنا وببيع هنا، وهو مش عارف هو بيشتري ليه هنا في المنطقة دي وبيبيع ليه هنا، ويلاقي الماركت بيخمه بالطريقة دي. هو الماركت متصمم ان هو يخمك، يعني العامل الماركت ده مصمم ان هو يخليك باستمرار تتخم. ماشي، فحد بقى يرقم لي الشارت زي ما هو عمل هنا هو، تعال نشوف اهو. ادي اسيا عرضي بيروح طالع، اول فيك بريك اوت ملوش دعوة بيها، بيروح نازل وطالع على شكل مثلا ام، بيروح ايه، يروح في التانية بقى بعد ما حرك الحركة دي اللي هي دي هنا هو، بيروح داخل اهو. الانتري بتاعك بيبقى بالظبط هنا هو في السيل دي، لان هو عايز ياخد الكبير اهي، شايف هو عايز ياخد دي، وبياخد الفلوس دي، يبقى هو متوقع بعد كده ايه عرضي. بعد العرضي بيكمل ايه في نفس الاتجاه اللي هو ماشي فيه، فبيروح عامل كده شانل صغيرة، ولو كسر بيروح داخل واخد اليوم كله. يبقى هو خد الموف الاولى دي وخد الموف التانية دي، وبعد كده اليوم بينتهي عرضي، بيعمل في اسيا فيك بريك اوت اهو، وبس هي الموف بيمشي مع الاتجاه الكبير اللي هو كان ماشي معاه في اليومين التانيين، بيروح كاسر، بيروح داخل كسر دي، بيروح داخل وعامل الويف التالتة. يبقى كده ثلاث مرات، يبقى مرتين او ثلاثة. ماشي، بعد كده هوت السوق بعد ما عمل ثلاث مرات، يبقى انت بتروح عامل ترند لاين كده هوت، واول ما يكسر بتروح داخل باي هنا هو، بتروح داخل باي هنا هوت، وايه لان انت عارف ان هو ماشي ثلاثة اوريدي، فاول ما بيكسر بتروح داخل هنا هو، وبتروح ايه طالع وفي العرض، وتستنى اسيا بعيد عنك، يعني ما بتعملش اي فيها صفقات، بيروح كاسر اسيا، بيبتدي ادي التريدة التانية لفوق، بعد كده بينتهي السبعين نقطة التمانين نقطة الموف الكبيرة، بيتحرك ايه عرضي، انت ما بتدخلش فيها صح هنا، بتعمل ايه اول ما بيكسر، انت ماشي ادي يوم ادي التاني، احتمال يعمل التالت، فاول ما بيعمل التالتة بتروح داخل فيها باي، وبيروح ايه طالع.
بيروح نازل وطالع ويعيد نفس ايه الحركة دي وايه وينتهي على سايد واي. فانت كده دي الفكرة العامة اللي الناس لازم تبقى شايفة. واضح يا شباب ولا نعيدها تاني؟ واضحة مش كده؟ ماشي، تعال نشوف مثال أمثلة بقى بسرعة ونمشي ايه وانتوا ترقموا شرط شرط. ادي آسيا اول فيك بريك اوت، ويجي بعد كده حرف الام، وقلنا احنا عايزين ندخل في التانية دي اهي، وبعد كده عرضي اول ما بيكسر بيروح داخل في التانية وعرضي، وادي التالتة، وبعد كده هو بيروح عامل هيدن شولدر صح، انت رقمت دي صح، وبيبتدي ايه يطلع تاني. فيبقى اول واحدة هنا هوت ادي النزلة الكبيرة وكسر وكسر، وادي اليوم التاني، وبعد كده بيروح عامل واحدة تالتة للمرة التالتة عشان يضرب الناس كلها، وبيروح داخل وعرضي ويروح طالع وعرضي. فانت بتبقى دخولك في المنطقة دي هنا هوت، وبعد كده بيروح طالع، ادي يوم اتنين ادي تلاتة، يبقى 3 مرات عرضي، بيروح نازل ويروح طالع ضارب مرة تانية عامل اختبار، وبيروح عامل حرف الام، وانتوا فاهمين الباقي بقى بعد كده هوت. بعد ما بيحصل الام اللي هي زي دي بيروح ايه نازل تاني. يبقى نشرح الكلام ده، يعني السيناريوهات اللي هتحصل في السوق هم 5 لازم تبقى انت عارفهم. بيروح طالع وعرضي، طالع وعرضي، ويعمل حرف الام، ويروح نازل على اساس ان هو نازل جامد، وبعد كده الناس تفتكر ان هو نازل جامد، بيروح طالع تاني وعامل اختبار ل3 مرات، وبعد كده بيروح ايه نازل جامد. ماشي، اهي طالع نازل طالع وحرف الام، يا بيعمل الحركة دي هنا هوت او بيعمل الحركة الام دي في الخطوة التانية. دول الشكلين المتوقعين، يا إلا بيروح طالع وعرضي وطالع وبيروح نازل، دي في حركة اللي هي ايه السوق بيتحرك جامد، يعني طالع عرضي طالع وبعد كده بينزل جامد وبعد كده عرضي وبيروح نازل تاني. الحركة دي لما يكون السوق ضعيف، الماركت ايه بيتحرك في بداية الأسبوع الحد الاتنين، ولكن الحركة دي بتبقى 3 4 5، وعكس الحركة دي بيبقى كده بيروح طالع نازل طالع طالع وعرضي ونازل، وبيروح ايه طالع، يا الا نازل طالع نازل عرضي وبيروح طالع. فيبقى هي دي السيناريوهات الخمسة اللي بيتحرك فيها، تطبعها وتحطها قدامك على الكمبيوتر وتحطها بتماتش، تشوف الشرط احنا دلوقتي في انهي مرحلة من دول، لان انت لو حددت ان انا هنا هو دلوقتي في الحركة دي يبقى انت عارف ان السوق هيطلع، وبالتالي هتتخذ القرار ان هو طالع. لو انت عملت الشرط اللي انت بتتداول عليه ولقيته نفس الصورة دي يبقى انت عارف ان هو هينزل وهيعمل كده. لو انت هنا هوت الشرط بتاعك زي الشرط ده يبقى انت هتعرف بالظبط ايه اللي هيحصل بعد كده. لو انت طلعت ودخلت وطلعت وبصيت الشرط بتاعه ولقيته شكله زي ده كده، يبقى انت عارف ان هو هينزل بسرعة وعرضي وبعد كده هينزل، او لو الشرط زي ده هيبقى انت فاهم انت هتدخل هنا هو وتاخد ال50 نقطة وتطلع وينزل، وتاخد ال50 نقطة ويطلع تاني. انا عارف ان الموضوع هو سهل بس صعب في نفس الوقت، الناس الجديدة يعني عايزة تتدرب عليه، انا عايزك تتدرب عليه وتشوف كده لما يكون السوق هادي ارجع كده وشوف الحركات اللي الماركت بيعملها، فعلا هم مش هيخرجوا عن ال5 سيناريوهات دول، وهوريك امثله كتير دلوقتي. بس انا عايز قبل ما ندخل في حاجه تانية وننقل، او ازاي اتاكد ان انتوا وصلتوا ل ان انت ازاي بتحدد انهي منطقه، لان المنطقه دي هي اللي هتخليك تعمل فلوس. لو انت مش فاهم الكلام ده عمرك ما هتعمل فلوس، يعني كل اللي ما بيعملش فلوس هو مش فاهم، يا بيدخل في اسيا يا بيدخل في العرضي، يا يدخل يقول لك الماركت اتحرك اوريدي 70 80 نقطه هدخل بقى لا، لازم تبقى محدد بالظبط الماركت هيدخل فين وهيمشي ازاي وانت في انهي خطوه عشان تعمل فلوس، لان من غيرها صعب جدا ان انت تعمل فلوس.
اهو عرضي وكسر اول واحدة وعرضي وكسر التانية، وبعد كده الماركت بيعمل واحد اتنين دبل يعني دبليو او ام، وبعد كده بيكسر، بتروح انت داخل عامل الميت نقطة هنا اهو، بعد كده هو بيتحرك عرضي، ما بندخلش في العرضي اللي هو دوت، كسر بيروح طالما الماركت طالع، ادي اول واحدة عرضي التانية، يبقى انت هنا عملت الميت نقطة، هنا ما بندخلش، ادي التانية راح طالع، اول ما بيعمل الام هنا هوت انت بتدخل هنا هو في اللحظة دي وبتعمل ال50 نقطة، بينتهي عرضي، وبعد كده في اسيا بيعمل فيك بريك اوت، بتروح عامل زي شانل كده وايه، وتروح طالع وايه واخد البريك اوت، عملت 50 نقطة، بعد كده بيقفل على ام، بيروح تعمل هنا هوت عشان تاخد الكبيرة، يبقى انت هنا عمل ادي واحد ادي التانية وادي التالتة. طيب طب تعالى بقى نبص على الماركت لايف والسوق بيتحرك دلوقتي ونشوف الدنيا ماشية ازاي. قبل ما نبص على السوق، طبعا في ناس جديدة يقول لك الموضوع لسه صعب، وبرضه انا عايز حاجة تقول لي في ثانية انا فين بالظبط، في انهي مرحلة هدخل هطلع هستنى، يعني برضه الموضوع صعب عليا، احنا مش زيك بقالنا 15 سنة بنتداول وخدنا كورسات وبتاع، بس الموضوع برضه صعب، يعني الماركت مع السرعة وبتاع الواحد ما بيبقاش عارف يعمل ايه. فكلمنا المبرمج وقلنا له اعمل لي اللي انا بقوله لك ده، اعمله لي في البرمجة وبتاع. تعالى بقى بص، ده يوم الجمعة صح، وادي بداية الحد اهوت، خلينا نمسك دوت، ده الجمعة عرضي حلو ماشي. هو قال لك ايه، انت بتدور هنا هو، تقول المبرمج بقى بيحط قبل الحركة الكبيرة، قبل ما يعمل الحركة الكبيرة بيديك بتاع كده ابيض ماشي، بحيث ان انت يقول لك في بيع هنا، في شراء هنا هو، لما بيحط لك الخط دوت فوق يعني معناه ان هو نازل، وبيحط لك التارجت الاولى والتانية هنا هو، يبقى معناها ان هو نازل، والستوب بتاعك بيبقى هنا. لو هو الماركت طالع هتلاقي الخط الاحمر تحته بيدي لك اشارة ان انا شراء او شراء، والماركت ايه طالع، بحيث ان انت تاخد كل دوت، وهنا هو لو نازل بيحط لك الخط فوق. فتعالى نمشي خطوة خطوة ونشوفه هو عمل ايه. احنا قلنا ده العرضي، فانت مش هتاخد النقط البيضة اللي هي هنا هوت العرضي اللي هي في اسيا، انت بتاخد قبل ده قلنا اسيا، لما بلندن بتفتح راح مدي لك الحركة الكبيرة هنا هوت اهي، ورحت بتاخد الكلام ده، جيت بتدخل عرضي في اسيا، بس هو قايل لك هنا في شراء، فراح السوق ايه راح طالع الطلعة الكبيرة، انت هنا عرضي ما بتاخدش العرضي لان في اسيا واخد بالك، فانت بتاخد اللي هي ايه قبل بداية لندن، بيرقم لك بيحط لك المربعات دي وبيقول لك خلي بالك هنا هوت في شراء او بيع. شوف مثلا اليورو ين، ادي العرضي قبل الحركة الكبيرة ما ينزل لتحت، شايف راح حاطط لك مربع هنا هوت، وادي الستوب وقال لك انا نازل، بتروح واخدها، وبعد كده عرضي بيقول لك ايه انا نازل داخل اهوت سيل تاني، لان ادي اول واحدة نازلة، ادي التانية حط هنا اهوت، وادي الستوب لوس وراح ايه نازل، وبعد كده بينتهي عرضي واخد بالك وايه، وبتكمل نفس النظام. فيبقى اللي بدور عليه، بدور على النقطة البيضة دي والستوب فين والاتجاه بتاعه، ادي التارجت الاولى التانية وعملت ايه ال50 نقطة، وبعد كده هوت بيختم عرضي، ماليش دعوة أنا بالنقطة اللي هي بالعرض دي، يجي بعد كده هوت بيكمل في نفس الاتجاه، راح مديني نقطة تانية وراح ايه نازل. فالنقطة البيضة دي اللي بتبقى على الشارت بيقول لك خلي بالك الماركت ناوي يتحرك في الاتجاه ايه الكبير. تعال نشوف الدولار كندا، ده اخر احنا في الوقت الحالي دلوقتي، يعني اللي هو السوق بيتحرك لايف دلوقتي. تعالى شوف ايه اللي حصل، اداك ال اداك اهي
يعني انت بتدور على النقطة البيضة دي عشان تدخل، ان الحركة كبيرة وحطيت لك الاستوب فوق، فانت بتروح داخل سل. هنا هو تداك حركة كبيرة وقال لك انا طالع. هنا بقى في نقطة معينة، لما تلاقي الخط الاحمر ده معناها ان السوق هيقلب. يعني هنا هو الخط الاحمر ده فوق، يبقى انت ايه نازل. لما الخط هنا هو يجي تحت، يبقى انت ايه طالع. فبيحط لك الخط هنا، النقطة البيضاء على الشارت في المنطقة دي. طيب انت بتحسب المسافة، المسافة دي حوالي 35 نقطة. هل دي لو كبيرة، افرض كانت 70 نقطة 80 نقطة، دي كبيرة. فتستنى لما السوق يرجع عليك شوية. يعني هو هنا هو قال لك انا طالع لفوق، اهو حط لك البتاع الاحمر دي الستوب هنا هو، وقال لك انا طالع ماشي. فانت بتستنى وضع افضل، بحيث ان انت لو دخلت في المنطقة دي وفي وضع 24 نقطة، وفعلا انت سواء دخلت في النقطة دي او في النقطة دي، راح السوق ايه طالع. بعد كده جه هنا هو راح حاطط لك ايه خط احمر، معناها قال لك انا نازل، وفعلا جاب التارجت الاولانية والخط التاني جاب التارجت التاني اللي هي دي. يعني دي الستوب هنا، وادي الدخول هنا، وبيحط لك خطين، التارجت الاول والتارجت التاني. فنزلنا، وبعد كده هو عرضي، وبعد العرضي تملي، يا الماركت بيكمل طلوع يا بينزل، يا بينزل في نفس الاتجاه يا بيغير اتجاه. وهو بيحط لك النقط البيضاء على الشارت، وبيقول لك اذا كنت طالع ولا نازل. واضح الشارت؟ احنا طبعا دلوقتي عرضي، فتحنا يوم الحد، قلنا طلوع ونزول والماركت عرضي. هتلاقيه حاطط لك خط كده وخط كده، معناه ان انت في الحاله العرضيه. انت مستني النقطه الثالثه بقى اللي هتيجي في الابيض، سواء اللي فوق ولا لتحت، عشان تكمل معاه في بدايه الاسبوع. فواضح يا شباب؟ فاذا لو النقطة بعيدة عن الستوب لوس، بتستنى وضع أفضل أو تشوف عملة تانية. يعني الوضع هنا هو قال لك سيل 13 نقطة، بتحط 15 نقطة وتجيب حوالي 30 نقطة ماشي. فأنت كل مرة لو ما كانتش الصفقة هتحط مثلا 15 20 عشان تجيب 40 أو 60، تبقى دي تجيب همها الصفقة دي، تعمل تجيب همها وتدخل فيها. لو انت هتحط 60 نقطة عشان تجيب 20 نقطة بس، فيبقى مش نافع ماشي. لازم ايه، احنا بندور على حاجة 15 نقطة عشان تجيب 30، 20 نقطة عشان تجيب 60 ماشي. مش عايز ادخل انا في حاجات كبيرة، يبقى الستوب بتاعي كبير. لو الستوب بتاعي كبير، يبقى تدور على وضع افضل او عملة تانية. تدور على عملة تانية ازاي؟ بتروح جاي بقى الدولار ين، اخبار ويا شباب اهو، تروح جاي محول على الدولار مثلا ين. لو مثلا الدولار كاد ما فيهوش اي حاجة دلوقتي، بتروح محول على الدولار ين. الدولار ين بيقول لك اهو سيل، اهو شايف حط الخط ونزل اوريدي دلوقتي. يعني هو اداك قال لك خلي بالك ان اهوت في سيل ماشي. يبقى هو جهزك الفرايدي، قال لك خلي بالك الماركت هينزل، وجاه هنا هو في بداية بعد الفريق بريك اوت فوق وتحت في اسيا، راح مديك وجاب التارجت الاولاني. وبعد كده هو في اتجاهه اهو للتارجت التاني. طيب انت فتحت لقيت الصفقة دي خلاص فاتتك، عايز تشوف صفقة تانية، تروح قالب على الدولار ين برضه، الباون ين اهو قال لك سيل، وادي الستوب وجاب التارجت الاولانية وطلع. وايه تاني يعني اللي فاتوا ديت ممكن تدخل تاني، لان هي في نفس النقطة، وتحط الستوب لوس هنا، يبقى انت دخلت مرة واتنين، وادي التارجت الاولانية وادي التانية. طيب عايز تجيب النيوزيلندي مثلا ين، النيوزيلندي ين قال لك اهوت ادي السايد واي، وراح مديك السل، راح جايب التارجت الاولانية والتانية. انت في التارجت التانية تشوف بقى، تستني هو احنا مستنيين لما تلاقي الوضع كده، هو ولا في فوق ولا تحت، ولا في خط احمر ولا خط ولا نقطة بيضاء، يبقى معناها ان احنا لسه في مرحلة الاتجاه. هنا هو تداك برضو سل، شايف النقطة دي، معناها ان الحركة الكبيرة هتبتدي تحصل، الحركة الكبيرة هتبتدي تحصل. وهنا آسيا، انت عارف انت بتتصرف ازاي. ادي هنا هو باي، وادي الستوب لوس، وراح طالع ماشي. اظن واضح كده. فيبقى انت لو خبير
وبتعرف تعمل الترقيم دوت لوحدك من غير اي عوامل مساعدة او اي مؤشر زي ده كويس. لو انت جديد وعايز تعمل الكلام ده وعايز تستعين بصديق، هو ده بيعتبر الصديق بتاعك، بان انت بايه بتعمل سيل، وهي وادي الستوب لوس هنا والدخول في المنطقة دي، راجع عليك شوية حوالي 7 نقط 8 نقط، وراح جايب التارجت بالظبط وعندها وايه وراح طالع. عايز تكمل فيها وبعد كده هوت ما ادكش اي حاجة، يعني هنا هوت احنا في وضع انتظار، لان انا لسه الساعة 1 صباحا بتوقيت امريكا ولندن هتفتح بعد ساعة، فده طبيعي ان هو ما يديش اي سيجنال هنا. فده لو انت عايز تستعين بصديق، مش عايز وخبير وبتعرف تعملها لوحدك، اوكي ماشي. اتمنى يكون الشرح كده هوت واضح، ولو في اي سؤال انا موجود، يا ريت تبقوا تتصلوا لو في اي سؤال. حمد بعت لي بيقول لي الاسبوع ده هيبقى قوي جدا، فشوية سرعة شباب بقى وايه عشان تعملوا فلوس كويس. الأسبوع هذا الشباب يشتغلون شغل لايف يعني ما في بعده، فأقول لهم دكتور في الفيديو إنه يا شباب شدوا حيلكم، ترى السوق راح يكون قوي، يعني أنا أتوقع في تذبذبات قوية جدا خلال ال5 أيام اللي جاية، فاللي حاب إن شاء الله يعمل أرباح ممتازة إن شاء الله يشد حيله معانا شوي، والله ييسر الأمور يا رب. فاحنا معاكم ان شاء الله الاسبوع ده، بس انا دلوقتي حبيت قبل ما نعمل الصفقات بتاعة الاسبوع الجاي تبقى انتوا عارفين احنا بنركز على ايه وبنشتغل ازاي. في واحد بيقول لي هو انت جو ولا ايمن، اسمك ايه بالظبط؟ هو انا لما كنت شغال مع الراجل بتاع سيتي بانك لندن كنا بنستعمل في الشات روم السوفت وير ديت، واشتغلت معاه حوالي 7 سنين، وكنت بدي التدريب وبعمل التدريب على السوفت وير دي والتوصيات. وهو قال لي اسم ايمن ده اسم يعني صعب عربي، فقال لي ايه اسهل للامريكان وللبتوع استراليا وبتوع اوروبا هنخليك جو، ويعني هو اللي اقترح اسم جو وراح حاططني على الويب سايت ديت. عشان كده العرب بيسموني ايمن والناس الاجانب بينادوني بجو، يعني الناس بتناديني باسم الحقيقي لو هو عربي، و بس بعد كده الامريكان والبتاع قالوا لي اسم ايمن برضو سهل، يعني بينادوني باسم ايمن، بس الناس اللي صعب عليها بينادوني باسم جو، على اساس ان الامريكان والاجانب اسم جو ده مشهور اكتر يعني ماشي. والحقيقه السوفت وير دي ايهاب طور عليها في كذا فيلم، ودي هنبقى نعمل لها حلقة تانية خاصة لأن هياخد وقت طويل للشرح. زي ما انت شايف كده بيديك السيل سيجنال والباي سيجنال، بتبقى هنا بيديك إشارة سواء هنا أو هنا، يقول لك سيل أهي هنا هو تداك باي، راح مدخلك في الطريق دي، هنا قال لك برضو سيل راح الماركت نازل. يعني إيهاب عنده يعني شايف إن هو تداك إشارة قبل الطلوع الكبير، طور عليها وعمل حاجات تانية، ودي الحاجات دي بإمتى تدخل وإمتى تطلع برضو عايز أشرحها بشرحها بالتفصيل المرة يعني في الفيديو اللي بعد ده. فشدوا حيلكم يا شباب بقى، لأن الأسبوع ده هيكون سريع وعايز ناس فاهمة، بحيث إن أنت تقدر تعمل فلوس. لو أنت فاهم هتعمل فلوس كويسة إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله، أسبوع سعيد عليكم.